في رسالة لرئيس حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، أعلن أعضاء المجلس الشعبي البلدي ومناضلي الحزب بلدية أقبيل عن تجميد نشاط بسبب رفضهم لقائمة المرشحين للاستحقاقات القادمة. نحبس بلوس لا سيكسيون بلوس لي ميليتون الى قد الظلم باللي لا ليست كي تواخذ من لا ولا انتيزي وزو اتا سي مغناس دي لا ولا انتيزي وزو ومتعجبالا ذا شو يروين دينا عيناني يروين يفرن مي لا ماجوريتي كي نهضر افيك شو افيك دي مير شو افيك دي بريزيدون سيكسيون هضر واش نتعجبالا لا ماجوريتي دي سيكسيون دي كوميون نتعجبالا لا ليست كي دوكونيو On a gelé les activités là par rapport à les élections. Il y a je veux trouver de savoir une petite majorité absolue ou la mal succès les. Xadem la liste. Un appel qui ne nous moins toilim de chouler d'arrona. On zara. كما أكد رئيس بلدية أقبيل أن المكتب الجهوي للحزب يرفض الحوار ويتهمهم بالخيانة. نكني كل ما نخدم الحاجة بقبيل. On les invite. Jamais rohna de rohna. Au contraire, il y a des où s'ennuyer certaines de traite. Parce que mes ordinateurs modernes, ils peuvent se couvrir avec le RCD. Ils rohna ne tient jamais il gère. Le mal on a qui ne dit ça qui est au cabinet. Il n'a rien à gagner derrière ça. Mais le mal on a qui dit ça que nous connaissons caras. وينر ديفكن ما ونار ذاك وينر ديفكن هنا يا ونتاغي وانتنا اقلا يدس لكن بغي لي مي لو بارتي اي لي زيدي دو بارتي ثنتين تقول ونزمير انا ثنتنج هذا ويعد هذا القرار بمثابة ضرب موجع لحزب الار سي دي الذي سبق وان تحصل على الاغلبية المطلقة بالمجلس الشعبي البلدي لبلدية اقبيله.